لا والله. طيب الحمد لله. نقاس لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر، ada دو تسديد، أو يذكر. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Nah, ya pas di kafnya tidak dicepatkan au yadzak au yadzakkaru. أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذا Ya, cukup. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. سامبي سيتو تا كرام بررة ke-16. كرام بررة. Ya, ayat 17 ya, paragraf baru insya Allah. Pak Endang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تلهى فأنت عنه تلهى. وأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة، ومن ساء ذكره في وصوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Udah ya, Ustaz. Ya, Ya. Pak Sofyan. Halo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من وما عليك جاءك ألا ألا يا مانا إيه يا وما وما عليك وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله. Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul akma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ud dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يتجكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Insyaallah. Pak Cepi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Bu Hasanatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. أرميادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة punya panjang مرفوعة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Pak Samsul. Yubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man ista'fa فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. عَبَسَ Ya. Abasa sampai ayat ke 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مرفوعة مرفوعة bukan مرفوعة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Pak العظيم. Pak Nafi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
abasa wa tawalla in jahu Anja, ang bukan ing, anja. anjahu akma fama yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'ahu zikra amma manistagna wa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa wa anta talakha kalla inna tazkira faman sa'a dzakara fi suhufi mukarramah في صحف في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برر صدق الله العظيم. ندريتا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yaddakkaru fatan fa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka yas'a kaknya pendek oh, iya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Pak Yusuf Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله. Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Sudah semua. Ya, silakan dilanjut di surah Al-Baqarah atau tidak. Ya, Tad. Halaman 8 eh 7 itu nih halaman 7 satu lagi. Satu lagi. Di sini ya Tat ya. Kulnah bitu. Kulnah bitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Rahmanirrahim. Qulna bitu min hajami'a wa fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adkuru nikmatiyallati al Ya bani Israil adkuru nikmatiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adkuru nikmatiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Pak Endang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يدبرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إِذْ فَرَقْنَا فِيكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
ittihadikum wa ijla fatubu ila bariikum wa faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bariikum wa taba alaikum innahu huwat tawwabur rahim wa idqutum ya Musa lan nu'mina laka hatta tarallahu jahratan fa'ahodatkumus sa'ikatu wa antum tandurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wadallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma rozaqnakum wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Barakallahu al-alim. Pak Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id kulna dakhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu syi'tum raghadan wa qulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana min mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoriha. Qala atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihi muzzillatu wal mas kanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna
تقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. وَالنَّاصِرُ وَالصَّادِقِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faritu wa la fikru awalun baina dhalik. Fa'alu ma tu'maru. Qalut ulana robbaka yubayi lana malauluha. Qala innahu yakulu innaha bakaratu safra'u faqihu launuha tasurun nadirin. Sudakaulang nadirin. Pak Cepi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalul ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul lajalulun tusirul ard wa la taskil harasa musallamatul lasiyata fiha qalud Qalul ana ji'ta bil haq fajabahu wa ma kadu yaf'alun wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha Wallahu muhriju ma kuntum taktumun. Fakulna daribuhu bibadiha.
Kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika yuhyillahul lagi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'u. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa maallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una ayyuminu lakum. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba' qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Bu Dede. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Summa yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus solata wa atuz zakat thumma tawallaitum. Aqimus salata wa atuz zakah. Kalau waqaf dibaca ha jadinya. Iya. Wa aqimus solata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Subhanakallahul azim. Marmiadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dimaakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tumma aqarartum wa antum tashhadun. Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Min diyarihim tazahharun عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوكم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ Rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Pak Samsul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإثم من بعده ثم اتخذتم الإسلام من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأسينا وأشربوا في قلوبهم الكذب بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Andita, ada nggak ya? Andita, ada nggak ya? Ya, ada. Ya, silakan. Saya Natsi. Saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ عِندَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم يضرهم وما يضرهم ولا ينفعهم ينفعهم pendek ولا ينفعهم ولقد علموا كلام نس تراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا ولا وللكافرين وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء wallahu dzul fadli aziz. Sadaqallahu aziz. Ngedrita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma
Manang pahmin sah ayat. manang sah Oh ya. Manang sah min ayatin aunung sihana tibi khairim minha au misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala miwaliyu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil Da kasirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun Pak Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا حزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Bu Ida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمنهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين
الطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Lanjut, Kak. Ya, mangga lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا قصدي إنك أنت تو واونيا تصدي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Pak Endang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima wanifa qanifa hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun wa in amanu bimisli ma amantum bihi wa qad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi berhenti siqaqin berhenti him fi siqaq terus lanjut hum fi siqaq fa sayakfi kahumullah wa huwa samiul malihu wassami'ul alim sibaghatullah wa man ahsanu minallahi sibaghah wa nahnu lahu abidun wa atuhajjuna nana fillahi Billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muhlisun am yaquluna inna ayya Am takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu qul antum a'lamu Amillah. Amillah wa man adlamu mimman katama samadatan indahu Sahadatan. ya Sahadatan. Sahadatan. Sahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Barakallahul 'adzim. Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallakum an qiblatihimul lati kanu 'alayha qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
alan nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina lama may yattabi'ur rasul may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim qad tara taqalluba wajhi qad nara qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir wa min haitsu harata fawalli wajhaka shatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma allahu bighafilin amma ta'malun wa min haitsu harata fawalli wajhaka shatrul masjidil haram wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satro li alla yakuna linnasi alaikum hujatun illa latina dolamu minhum falatasauhum bahtauni walli utimma nikmati alaikum wala lakum tatadun
Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Ya ayuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Wa cepi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wala lainnya panjang walakin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinat wal muda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yundarun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa
Rahmanur Rahim. Bu Dede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Wakhtilafil laili wan nahari wal fulkil fi tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil liqaumin ya'qilun wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha shadidul 'adzab idh tabarral ladzina tubi'u إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikhariji minan nar Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul 'adzim. Pak Armi. Pak Armi. Sudah keluar Pak Armi izin Pak Samsul Yubillahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'a Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzin bima la yasma'u illa du'a anida tummum bukmum umyum fahum la ya'kilun ya ayyuhal ladina amanu tu min tayyibati ma wa wajaknakum
rojak ma rojaknakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. آنيتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر القتلى. بالقتل. يا دي بچا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهم خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سحر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمروا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني كريم أحب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلكم يرشدون. صدق الله العظيم. Medrita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wa tahu ma katabahu lakum wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul absyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifun
fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu farikam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahil yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisa birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birru manittaqa waktul buyut min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhib bul mu'tadin. Pak Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum aw akhriju وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنِ اعْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اعْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنِ اتَّهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به إذا من أذن ya Pak. Fama kana minkum maridun aw bi azam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amiatum
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله. Bu Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatsa wala fusuq wala fusuq wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرًا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْقُرْآنِ زَادِتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Mangga Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca sampai di ya juz yang kedua hampir separohnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi sebuah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyembuh buat kita semua yang membacanya dan menjadi tambahan hidayah Amin. Bagi hati kita untuk menyongsong masa kehidupan ke depan dan mudah-mudahan menjadi keistiqomahan buat kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada sebuah rahasia besar ketika seseorang usianya di atas 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-15 juga memang ada satu kalimat yang kita minta dari Allah Rabbi auzi'ni, yaitu ya Allah ilhamkanlah kepadaku auzi'ni an a'mala salihan tardah, agar diberikan taufik ilham di usia 40 tahun lebih untuk senantiasa istiqomah dalam satu amalan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita bukan hanya baru tetapi memang sudah dalam proses menjaga, karena Imam Malik menyebutkan Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, kalau usia mereka dahulu ini ya, bukan sekarang, dahulu. Itu kalau usianya sudah masuk di usia 40 tahun, mereka lebih memfokuskan ya, hal yang menjadi prioritas adalah kehidupan akhirat. Sehingga hal-hal yang seperti amal soleh yang dia harus jaga, betul-betul dia jaga. Ya, dan biasanya mereka hanya menjaga masalah perkara sholat. Dan yang kedua adalah tilawatul Quran, karena yang paling mesti kita jaga amalan yang sifatnya anjuran adalah tilawatul Quran ya. Karena yang menstabilkan keimanan seseorang, bahkan dalam posisi seseorang bermujahadah berjihad di tapal batas atau saudara-saudara kita yang di Palestina, satu hal yang mereka tidak boleh lupakan adalah ya, senantiasa membaca Al-Quran. Dalam kondisi apapun mereka harus betul-betul alamat seseorang berada dalam husnul khatimah, berada dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang terbiasa dia membaca Al-Quran dan mengkhususkan waktunya dan dia mengupayakan untuk bisa mencapai target-target yang dia ingin upayakan, maka dia berada dalam kebaikan. Karena standar seseorang dikatakan hatinya baik, kata Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, kalau seandainya hati seseorang itu baik,
maka dia tidak akan rela untuk meninggalkan waktu-waktunya kecuali untuk membaca Al-Quran. Artinya kedekatan dia dengan Al-Quran, intensitas dia waktunya dengan Al-Quran, itu bukti bahwasanya hatinya berada dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu kepada kita semuanya. Baik, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan lagi kita di pertemuan yang akan datang. Amin, amin. Baik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Prof. Bapak dan Ibu semuanya. Pamit. Terima kasih semuanya. Pak Sofian beli bis semuanya.